Assalamu alaikum. Now we are going to discuss some common animal models in experimental research. The ILOs. By the end of this lesson, we should realize examples to various systems diseases. Like number one, central nervous system models, for example, model of depression, Parkinson's disease, and so on. Number two, cardiovascular system models, like model of hypertension, heart failure, and so on. Number three, respiratory system, for example, bronchial asthma model, COBD model. Number four, GIT models, like peptic ulcer, ulcerative colitis, uh, liver fibrosis number 5 other models uh, like diabetes mellitus type 1 and 2 osteoporosis pain and nephropathy first the central nervous system models we will discuss 10 models number 1 depression number 2 parkinsonism number 3 epilepsy number 4 alzheimer number 5 huntington dementia number 6 autism number 7 chemo brain number 8 stroke or cerebral ischemia number 9 schizophrenia and number 10 and the last CNS model is multiple sclerosis أول موديل في CNS وهو models of depression وفي عندي 6 طرق ممكن أعمل بيها موديل of depression في الأنمال اول طريقة to apply stressors واما يكون early in life زي uh, maternal separation مثلاً كل يوم ثلاث ساعات من separation الببز من الماذر uh, أو مثلاً social defeat أو uh, learned helplessness بنحطه على uh, roots كده وبيبقى فيه زي كهرباء electrical shock بتتعمله آه وفي كمان الكرونيك مايلد ستريس unpredictable سي آه, وده مشهور جدا احنا استخدمناه كتير في آه قسم الفارماكولوجي وبنابلاي آه آه لمده اربعه او ستة اسابيع موستلي 6 ويكس ملتيبل ستريسرز بطريقه بسكجول ما بيبقاش ثابت آه بحيث ان هو يبقى unpredictable زي فود ديبريفيشن ووتر ديبريفيشن مثلا uh, نعرضه لنايز بتب... ب... ب... بويف معينه ستروبوسكوبيك uh, لايت uh, ممكن كولد ريسترينر uh, وهكذا بتبقى في ديفرنت ايه كل يوم بيبقى عنده 1 او 2 يعني ستريسرز uh, لمده حوالي 6 اسابيع في كمان الكرونيك ريسترين ستريس ان انا بحطه في الريسترينر حوالي من 3 الى 4 ساعات كل يوم لمده 6 اسابيع برضو بيجي له ديبريشن. كل دي مودلز ابلاي ستريسرز في بقى نيوروبايولوجيكال بايندوس نيورو, نيورو انفلمايشن وديت تبع اللي هي الانفلاماتوري ثيرو اوف ديبرشن بننكت البي اس او البي سي جي فاكسين في كمان الطريقة الثالثة اللي هي surgical بالأولفاكتوري bulbectomy. بنشيل الأولفاكتوري bulb لأنه بيلعب رول مهم جدا في المود في كمان ان احنا ممكن اللي هو الكورتيكوستيرون هنا بنلعب على hypothalamic pituitary اكس ثيوري اوف depression. وبنحط الكورتيكوستيرويدز في الدرينكينج ووتر او even uh, intra -peritoneal injection uh, لمده معينه بتختلف من طريقه اخرى في كمان الجيناتيك اللي هو السيرتونين نكت اوت ماوس uh, uh, وفي uh, uh, حاجه اسمها optogenetic. أوبتو اوبتوجيناتك احنا بنعمل كنترول للاكتيفيتي بتاعة uh, النيرونز عن طريق اللايت وهنا بيستخدموها للكنترول على ال VTA اللي هي Ventral تيجمنتال اريا وفي كمان الميديال بريفرونتال كورتكس بعد ما بنعمل المودل اوف ديبريشن ازاي بنقيس الديبريسيف لايك بيهيفير او بحكم على الرات ان هو حصل له ديبريشن في كذا طريقة أول طريقة اللي هي الأنهيدونيا وده الكور سيمتوم أوف ديبريشن اللي هي ديكريز أو inability to sense pleasure بنقيسها بحاجة اسمها السكروز بريفرنس تيست بنحط بطل فيها سكروز والتانية فيها ووتر وبنشوف هل الفار فور 24 أور ونشوف شرب من السكروز قد إيه وشرب من الووتر قد ايه وبنشوف النسبة السكروز بريفرنس هو فضل ان ياخد السكروز بنسبة قد ايه هل بنسبة 90% بنسبة 100% 60% 30% طبعا كل ما يكون الفار عنده ديبريشن كل ما يكون البريفرنس للسكروز بيبدأ يقل بيوصل احيانا ل 30% و 20% واحيانا ما يشربش خالص من السكروز ولكن بيشرب من الميه تاني طريقه اللي هي الديسبيرت آه وديت بتبقى بالفورس swimming تيست ان احنا بنحطه في البول بتاع الميه ده وبنحسب حاجه اسمها الايموبيليتي تايم اللي هو الوقت اللي هيستسلم فيه ومش هيحاول يبقى فيه ستراجلينج او سويمنج او يحاول ينقذ نفسه كل ما يكون الايموبيليتي تايم ده كبير كل ما معناه ان ان الفار عنده ديسبير ودي واحده من السيمتومز اوف ديبريشن في كمان التيل سسبنشن تيست آه بس دوت بيعملوه طبعا في المايس اكتر من الراتس السوشيال وذروال آه بنقيس حاجه اسمها آه سوشيال انتر اكشن طبعا في الفار اللي بيبقى عنده ديبريشن بيبقى السوشيال انتر اكشن عنده اقل في كمان الانكزايتي بنقيسها في حاجه اسمها open field test. اه 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 اوبن فيلد تيست بيبقى في اوبن فيلد فعلا بيبقى بدايمترز معينه وبنحطه فيه وبعد كده بنصوره بالكاميرا ونشوف اه الكروس سكويرز وال اه الليتنسي تو ليف السنترال زون وهكذا في بارامترز كتيره بقيس فيها حركه الفار وكمان لما بيبقى عنده انكزايتي بيبقى الحركه بتاعته بتبقى زياده بشويه في كمان الفود وانتيك طبعا بيقل في الدبريشن والبادي ويت بيقل وفي الكوجنيتيف dysfunction وديت برضو من الكومن سيمتومز of uh, depression بنقيسها بالموريس ووتر uh, ميز آه بنحطه في ووتر ميز ونبدا نشوف هيوصل للتارجت بلاتفورم ولا لا وفي النوفل اوبجكت ريكوجنيشن تيست أوبجكت لوكيشن تيست كل دي آه تستات بنستخدمها عشان نقدر نشوف اذا كان الفار جاله ديبريشن سيمتومز أو ديبريشن ولا لا تاني موديل وهو الموديل اوف باركنسونيزم وليه طريقتين اولا الكيميكال ميثود وهنا بنعمل ميتوكوندريال توكسين موديل بنحاول نعمل ديستراكشن للدوبامينرجيك نيرونز في البيزل جانجليا عن طريق استخدام توكسين يدمر الميتوكوندريا وبالتالي هيدمر الدوبامينرجيك نيرون زي اولا اول ماده ومشهوره قوي روتينون وتاني ماده كمان اللي هي الهيدروكسي دوبامين 6 هيدروكسي دوبامين وفي الام بي تي بي في كمان الترانسجينيك موديل وفي اللي هي الفيرال فيكتور ميدييتد موديل ودي تعتبر اه اه الترانسجينيك زي الالفا سينيكولين جين وفي النون ترانسجينيك زي اللينتي فيروس عن طريقها برضو بيعملوا الباركنسونيزم نمبر 3 المودلز اوف ايبيليبسي وفي عندي خمس طرق تو اندوس ايبيليبسي اول طريقه وهي الكيميكال ميثود وتعتبر اكيوت بنحقن سبكيتينيوس بي تي زد او البايلوكاربين او الكاينيت كل دولت بيقدروا يعملوا اندكشن اوف ايبيليبسي تاني طريقة اللي هي الالكتريكال وبرضو دي اكيوت زي بنعمل الماكسيمم الكترو شوك سيجر اللي هي اي اس نمبر سري كيندلينج ميثود ودي تعتبر كرونيك مش اكيوت سيجر ودي كيميكال او الكتريكال في كمان نمبر فور الجيناتيك ودي بتبقى سبونتينيوس او ريفلكس وفي البرين انجري عن طريق فور اكزامبل هايبوكسيا او هايبرثيرميا uh, رابع موديل في سي وهو الالزهايمرز ديزيز وفي سبع طرق ليه اولا الميتابوليك دامج وهنا بنعمل انجكشن سواء كانت انترا بريتونيال او انترا cerebroventricular uh, للستربتوزيتوسين اللي هناخده بعد كده ان هو بيعمل اندكشن اوف دايبيتس هنا بيستخدم عشان تو الالزهايمر او الالوكسان لان المادتين دولت بيعملوا جلوكوز هايبو ميتابوليزم فده بيؤدي الى دي ان اي وتوكسيك برين دامج تاني موديل واحنا هنا بنعمل كرونيك جافاج لمده لا تقل عن من 6 الى 8 اسابيع بالأكرولين آه الاكرولين ده واحد من البوليوتنت و او الومنيوم كلورايد ده من الميتلز وبرضه بيؤدي الى الزهايمر

سادس طريقة هي Traumatic Brain uh, Injury زي CCI اللي هي Controlled Cortical Impact uh, وفي كمان ال FPI وال ال 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 PI يعني في كذا طريقة uh, في كمان Transgenic والـ Genetic Transgenic اللي هو Secretase Transgenic Mouse Model وفي Genetic زي الـ Tau Knocked Out Mouse خامس موديل وهو للهانتينجتون ديسيز والهدف هو تو ديستروي السترياتال نيرونز وبتؤدي الى موتور وكوجنيتيف ديس فانكشن ويبقى في نوع معين من الديمينش اسمه هانتينجتون ديمنشيا اول طريقه عن طريق التوكسين وهنا الكينورونيك اسيد وده بيؤدي الى اكزايتوتوكسيسيتي في كمان تاني طريقه اللي هي الميتابوليك عن طريق سبكيوتينيوس انجكشن ل 3 نيتروبروبيونيك اسيد اللي هو 3 ام بي وده موديل مشهور جدا واحنا شخصيا اشتغلنا عليه على آه الهارمين آه وفي كمان الجيناتيك والترانسجينيك في النوك ان ماوس موديل وفي الميوتنت هانتنجتن آه جين في المايس موديل في السي وهو المودلز of اوتيزم اولا عن طريق في بي موديل اللي هو الفالبرويك اسيد بنعمل انجكشن اما بري او بوست للمذر او بوست نيتال انجكشن للبابس واحنا عملنا مقارنه آه النحاس ايتال في تو بيبرز منشورين من في القسم اول طريقه ان هي بنقارن بنعمل فاليديشن للتو مودلز دولت بنقارن بينهم وتاني بيبر آه آه على

موديل في السين اس وهو الكيموبرين، برين وكيمو برين معناها كيمو ثيرابي انديوزد كوجنيتيف امبيرمنت وبيطلق عليها كيمو برين او كيمو فوج ودي بتبقى كومن تيرم بيستخدم عشان يديسكرايب المينتال ديسفانكشن في الكانسر بيشنتس under the influence of chemotherapeutics بمعنى إن الكانسر بيشنتس اللي بي, بياخدوا كيموثيرابي الكيموثيرابي بيكروس البلاد برين بارير ويروح يعمل Neurotoxic effect بديفرنت ميكانيزمز بيؤدي إلى Cognitive dysfunction Cognitive dysfunction دي بيسموها الكيمو برين وفي عندنا زي ما شايفين في الصورة في ديفرنت مودلز أولا في نورمال أنيمالز مش لازم تكون أنيمالز عندها تيومر زي بنعمل اندكشن بالدوكسوروبيسين او الدوكس في كمان السايكلوفوسفاميد وفي كمان الفايفلورو يوراسيل والميثوتريكسيت واحيانا كمان بيعملوا كومباينيشن ما بينهم وما بين بعض يعني هنا الدوكس مثلا مع السايكلوفوسفاميد او الميثوتريكسيت مع سايكلوفوسفاميد ممكن تبقى في كمان كومبايند مودلز ممكن كمان نعمل في تيومر animals يعني animals عندها تيومر وفي نفس الوقت برضو بيعملوا اندكشن بنفس الكيموثيرابيوتيك ايجنت زي الدوكس والميثوتريكسيت وغيره وفي كمان جينيتيكالي موديفايد انيملز او جينيتيك مودلز المودلز اوف ستروك والمودلز اوف ستروك طبعا في تو تايبز اوف ستروك يا اما هيموراجيك ستروك يا اما اسكيميك ستروك الهيمorrhagic stroke أو intracerebral hemorrhage can be induced by two models. إما نعمل whole blood injection model وده يعني stereotactically insert cannula في ال caudal nucleus أو ال lateral ventricle to the femoral artery وبيعملوا بيه induction. أو في collagenase model هنا stereotactic injection of bacterial collagenase into brain regions. نيجي بقى للاسكيميك في فوكال وفي جلوبال بالنسبه للفوكال في كذا موديل في ترانسكرينيال وفي الاندوفاسكولار فيلامنت اوكلوجن وامبوليك اوكلوجن او ثرومبو امبوليك اوكلوجن وفي الارتفيشال سفير اوكلوجن كل دي طرق وفي من اشهرها الميدل سريبرال ارتري اوكلوجن وزي ما شايفين في الصوره هنا بيدخلوا كاثيتر من الاكسترنال كاروتيد ارتري يوصلوا بيها لحد الميدل سريبرال ارتري ويعملوا اوكلوجن و بيؤدي الى اسكيميا في الريجن اللي هي بتبقى آآ يعني سبلايد بالميدل cerebral ارتري يبداوا يشوفوا الايه البيفير تشينجز اللي بتحصل في كمان الاندوثيلين اوكلوجن ودي طريقه برضو بتستخدم كتير اما ان هما بيعملوا انجكشن للاندوثيلين او ان هما بيابلاي توبيكالي بالاندوثيلين وطبعا احنا عارفين الاندوثيلين ده فازو كونستريكتور قوي جدا فبيعملوا بيه الاوكلوجن في كمان فوتو ثرومبوزز موديل اما الجلوبال وده مشهور قوي وبيستخدم كتير في عندي 4 blood vessels occlusion model او 2 blood vessels في المشهور اوي اللي هو ال 2 common carotids يعملوا occlusion لل 2 common carotids عن طريق clips او stamps بمهم يربطوا ال 2 common carotid arteries right to left لمده معينه وبعدين يعملوا ريبرفيوجن uh, في كمان كومبليت جلوبال يعني انا عملت كومبليت برين سكيميا وده بيبقى عن طريق ان انا اعمل فينتريكولار فايبريليشن كاردييك ارست او اورتيك او فينا كافا اوكلوجنز ويز فينا كافا اوكلوجنز او اعمل جاز اند او كيميكالز ايه هايبوكسيا كل دي بتعمل كومبليت جلوبال برين سكيميا بقى للمودلز اوف سكيزوفرينيا ودي من اشهر المودلز في السي ان اس وبنعمل لها اندكشن بثلاث طرق اول طريقه هي فارماكولوجيكال عن طريق ادويه فبنعتمد اولا اما على الجلوتامينرجيك هايپوثيز اوف سكيزوفرينيا اللي بتقول ان الجلوتامينرجيك اكتيفيتي بتقل وبالتالي هنا بنعمل لها اندكشن عن طريق ان احنا نحقن كيتامين او بي سي بي اللي هو نامدا ريسبتور بلوكر والنظرية التانية في السكيزوفرينيا بتقول إن في أوفر أكتيفيتي للدي 2 ريسبتور أو الدوبامينرجيك ريسبتور في الميزو وبالتالي ممكن نزود الدوبامين عن طريق إن إحنا ندي أمفيتامين ومعارفين إن الأمفيتامين ذا سي إن بيزود الريليز أوف كاتيكولامينز ومن ضمنها الدوبامين ولذلك كان إنديوس هالوسينيشن ودلوجنز وكذا اللي هي السكيزوفرينيا Symptoms أوف سكيزوفرينيا نيجي للطريقه الثانيه اللي هي نيورو ديفلوبمنتال وهنا ام اي اي او ام اي ام اللي هو الماتيرنال ايميون اكتيفيشن دي بتبقى ايرلي او باستخدام الام اي ام اللي هو الميسايل ادوكسي ميثانول اسيتات وهنا بيحص... بنعمل ادمنستريشن للشورت اكتنج دي ان ايه الكليتينج ايجنت مام في الداي جيستيشنال ايج او داي اللي هو 17 وعن طريق ده بيحصل immune رياكشن يؤدي الى سكيزوفرينيا الطريقه الثالثه والاخيره هي الجينيتك او المايلين ريليتد abnormalities زي الكوبريزون موديل العاشر واخر موديل في السي هو المالتيبل سكليروزس وفي اربع طرق بنعمل بيها اندكشن اول طريقه وهي الميكروبيال انفكشن عن طريق الفيروس ففي تو فيروسز مشهورين اللي هو الثيلر ميورين إنكفالو مايلايتس فيروس تي ام اي في وفي كمان اللي هو الميورين هيباتايتس فيروس ام اتش في اه تاني طريقة وهي الأشهر في الحقيقة في الاستخدام لأن هي كيميكال بنعمل أوتو إميون ستيميليشن عن طريق إن إحنا بنعمل immunization للأنيمال ودي بتستخدم كتير قوي experimental أوتو إميون إنكيفالومايلايتس إي عن طريق إن إحنا بنحقن إنترا ديرمال أو subcutaneous إنجكشن أوف إما ريد سباينال كورد هوموجينيت أو تيل بيز with complete throat adjuvant أو mycobacterium tuberculosis وطبعا بيبقى في different methods different doses different combinations الموضوع في varieties كتيرة قوي في different models لكن بيستخدموا نفس الفكرة تقريبا الأربع حاجات دولت for sensitization أو autoimmune encephalomyelitis وبتستخدم في الرات أو الماوس الطريقة الثالثة عن طريق toxin زي كوبريزون اللي هو الكاب وده عبارة عن كبر كيليتور بيبقى ادمنستريتد في المية حوالي 0.3% ووتر ولمدة حوالي 35 يوم في المايس بتعمل اندكشن skill roses اخر طريقة اللي هي اما جينيتك والترانس جينيك ميثود خلصنا ال C ان اس كله ونيجي لل other systems زي هندي examples سريعة زي الكارديو cardiovascular models أولا models of hypertension وطبعا دي مشهورة جدا أول طريقة عن طريق ال renal clipping بيعملوا clipping للrenal renal arteries باستخدام silver clips وهنا الهدف منها إن أنا أعمل ischemia Uh, renal artery فبالتالي renal ischemia بتعلي ال renin الر angiotensin system فالangiotensin 2 بيزيد وطبعا معروف ان الـ angiotensin 2 ده vasoconstrictor قوي جدا فبيؤدي الى renal hypertension تاني طريقه الـ ال name وانا شخصيا استخدمته في رساله الدكتوراه بتاعتي وده عباره عن L-arginine analog وبيعمل uh, inhibition للnitric nitroxide uh, uh, سينسيز uh, uh, ال النص وبالتالي بيؤدي الى ريدكشن في النيتروك اوكسايد اللي هو الفازو دايليتور المهم جدا اللي بيطلع من الاندوثيليا لايننج بتاع البلاد فيسلز وبالتالي لما بيقلل النيتروك اوكسايد هيحصل فازو كونستريكشن للبلاد فيسلز ويؤدي الى هايبرتنشن الطريقه الثالثه اللي هي الدوكا سولت وهنا الدوكسيد uh, uh, كورتيكوستيرويدز هو عبارة ومعاها صولت بيؤدي إلى صولت أند ووتر ريتنشن وبالتالي بيديني فوليوم أوفر لود وكمان وجدوا إن الكورتيكوستيرويدز برضو بتزود السمباثيتك وكل الحاجات دي بترفع الضغط ولذلك إحنا عارفين إن طبعا الكورتيكوستيرويدز كلها بتعمل هايبرتنشن في كمان عن طريق الهاي فات دايت عن طريق ان انا اعمل اندكشن للاثروسكليروزس فيؤدي الى هايبرتنشن او استخدام ستريسور ميثودز او جينيتيك هايبرتنشن تاني موديل او طريقه في الكارديو فاسكلر هي انها تو اندوس هارت فيلير وهنا اما عن طريق ان انا بدي توكسين دواء يعني زي الايزوبريتيرينول بيستخدم فور اندكشن اوف هارت فيلير او الدوكسيوروبوسين اندوسد هارت فيلير مشهور برده جدا في الاستخدام. الطريقه التانيه ان انا اعمل ليجيشن للكورونري ارتري ومن اشهر الكورونري ارتريز اللي بيعملوا لها ليجيشن عشان يندوس هارت فيلير هو الليفت انتيريور descending كورونري ارتري وده اهم كورونري ارتري بيغذي الليفت فنتريكل ولذلك بيؤدي الى هارت فيلير في الطريقه الثالثه اللي هي البريشر اوفرلود ان انا اعمل Uh, constriction وبالتالي أدي إلى pressure على الهارت زي إن أنا uh, إما إن أنا أعمل pulmonary artery occlusion أو أعمل aortic occlusion أو constriction. تالت نوع من المودلز وهو ال myocardial infarction models وديت برضو كان induced by toxin زي ال heart failure نفس ال بس هنا بدي high dose لمدة يومين وده بيأدي إلى myocardial infarction. في كمان بدل ما بعمل هنا occlusion بس بيبقى temporary هنا بعمل permanent lift anterior descending coronary artery occlusion اللي هو الـ LAD. في كمان ischemia reperfusion model وفي genetic model كل دي اللي هي cardiovascular models نيجي بقى للrespiratory system models البرونكيال ازمه ودي طبعا مشهوره قوي ازاي نعمل اندكشن للبرونكيال ازمه عن طريق الرجنز بنعمل بيهم sensitization وتشالنج ومن اهم الـ واشهر الالرجنز اللي هما الاوفا البومين او الاوفا وفي كمان الهاوس دست والمايتس الرجنز والفنجاي كل دي طرق بنعمل بيها sensitization وتشالنج الموديل الثاني وهو السي او بي دي ازاي اعمل كرونيك uh, اوبستراكتيف disease زي اللي بيحصل في الهيومن الهيفي سموكرز فور لونج تايم بيحصل لهم سي او بي دي اشهر طريقه واهم طريقه هي السيجريت سموكينج بنعمل سيجريت سموكينج اكسبوجر موديل للانيملز بنحطهم في تشيمبر وبنعمل سيجريت سموكينج وفيها سيجريتس وبيحصل سموكينج للراتس او الجينيا بيكس في كمان الإلاستيز إنفيزيما موديل والأبوبتوزيز موديل والستارفيشن موديل أما الكنسر لونج ودي تالت موديل في الريسبيراتري عن طريق استخدام توكسنز أو دراجز زي الدوكسي سايكلين وكمان التاموكسيفين بيستخدموهم للاندكشن اوف كانسر لونج وعندي في جينيتك موديل وفيرال انفكشن موديل زي الادينوكري فيروس رابع سيستم وهو الجي اي تي اولا هاو تو انديوس بيبتيك السر في عندي كيميكال ميثود دي اشهر الطرق اللي بتستخدم ان احنا بنعمل انجيشن للايثانول او الاسبرين او الاندوميثيسين وطبعا احنا عارفين النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز والاسبرين بيقللوا البروستاجلاندينز وبالتالي في الاستومك فبيؤدوا الى بيبتيك السر ودي حتى في الهيومن في كمان عن طريق الاسترس ان انا اما هايبوثيرميك بحطه في كولد او هايبوثيرميك او عن طريق الريسترينر في اكيوت ريسترين ستريس بيؤدي الى السر في البايلوريس ليجيشن ممكن تستخدم كطريقه لاندكشن اوف بيبتيك السر نيجي بقى للفاتي لي ليفر نافلد يعني النان الكهوليك فاتي ليفر ديزيز ودي بتستخدم في طرق كتيره قوي أه، معظمها دايت يعني كلهم تقريبا في الميثيونين اند كولين دايت اللي هو ام في الكولين ديفيسنت امينو اسيد دايت وفي كمان اثيروجينيك دايت وفي الفراكتوز والهاي فات دايت وممكن الهاي دايت كومبايند معاها اما ستربتوزوتوسن او ccl 4 او الدين اللي هنشوفهم كمان شويه وجينيتك ميثود أما الكانسر ليفر اللي هو هيباتو كارسي كارسينوما سي اللي هي اتش سي سي وهنا بتستغ... بنعمل لها اندكشن اما كيميكال ودي اشهر طريقه برضو عن طريق الداي ايثايل نيتروزامين اللي هو الدين دي ان دين او عن طريق الفا توكسينز او عن طريق الكربون تيترا كلورايد وده مشهور برضو السي سي 4 واحنا قلنا الدين والسي سي 4 ممكن كمان يعملوا اندكشن لفاتي ليفر بس الدوز هنا مختلفه عنها الدوز طبعا في الكانسر بتكون اكبر وبتبقى فتره اطول في كمان اللي هو الثيو اسيتامايد دي اي اي وفي جيناتيك والزينوجرافت وسينجينيك وفي الهيومانايز كل دي طرق بتستخدم للكانسر ليفر أما الالسراتيف كولايتس في برضو كذا طريقة أولا الكيميكال عن طريق أورال ديكستران صلفيت أه صوديوم ده بيتاخد أورال أو ريكتال ممكن نعمل ريكتل أه اللي هو ادمنستريشن اه للاوكسازولون او اسيتيك اسيد برضو ممكن يعمل الالسراتيف وفي بكتيريا الاورال على طول يعني ندي الانيمال على طول اورال سالمونيلا بكتيريا يؤدي الى السيرتيف كولايتس وفي ترانسجينيك والجينيتيك وفي كمان اذر ميثود اللي هي الواسب آه ان ديتيلز هنحطها لكم في الريفرنسز خامس ايتم وهو الاخير اللي هو الميسيلينياس مودلز ومن اشهر المودلز اللي هي الديابيتس ميليتس الديابيتس في عندي ديابيتس تايب 1 وتايب 2 تايب 1 كان بي induced by ستريبتوزيتوسين او الالوكسان وبيتاخدوا انترا بريتونيال وبيعملوا الهدف منهم ان انا اعمل ديستراكشن للبيتا سيلز اوف بانكرياس وفي كمان طرق تانية لتايب 1 زي جينيتيك او فيرل اما تايب 2 ده ليه طريقتين اما ان انا استخدم هاي فات دايت فقط ودي اسمها اوبيزيتي موديل أو إن أنا أستخدم كومباينيشن ما بين الهاي فات دايت لمدة 2 ويكس فولود باي لو دوز اوف ستريبتوزوتوسين بقى هنا بسيميوليت اللي بيحصل في الهيومن لان الموضوع بيبدا فعلا بهاي فات دايت واوبيزيتي وكذا ثم يحصل ليتلي ديستراكشن للبيتا سيلز فعشان كده بنسيميوليت بالكومباينيشن ده واحنا كنا عاملينه فعلا في القسم عندنا حبيب ايتال دي رساله الماجستير بتاعه محمد حبيب منشوره في البلاز 1 في 2015 في كمان جينيتك مودلز للتايب 2 دايابيتس نيجي بقى للاثروس الاوستيوبوروسز في الاوستيوبوروسيس البوست منوبوزال بيعملوها عن طريق الاوفريكتومي ويمكن ده يكون من اشهر المودلز اللي بتستخدم ل يعني تو انديوس osteoporosis. في كمان الانلودنج موديل وهنا بنعمل يعني يعني كان يعني ان ما بيستخدمش اللمب ده عن طريق ان انا اعمل له تيل سسبنشن وبالتالي هو مش هيستخدم اللمب بتاعه لانه مش هيمشي عليه او ان انا اعمل immobilization يعني أعمله زي اوقف خالص انه ما يستخدمش اللمب اللور لمب بتاعه مثلا زي ان انا اعمل سياتيك نيوريكتومي اقطع له النرف وبالتالي هيحصل باراليسس فمش هيستخدم اللمب ده خالص او تينوتومي يعني اقطع التندون او استخدم بلاستر كاست في كمان الطريقه الثالثه اللي هي الجلوكو كورتيكويدز طبعا كلنا عارفين ان الجلوكوكورتيكويدز الكاتابوليك بتكسر البروتينز ومن ضمنها البروتينز بتاعه البون الى جانب انها بتقلل الفيتامين دي وبتقلل الكالسيوم ابزوربشن وري ابزوربشن في الكدني وفي الجي اي تي طبعا وبالتالي كل ده بيؤدي الى اوستيوبروسيس وده وان اوف ذا سايد افكتس اوف جلوكوكورتيكويدز كرونيك يوز في كمان الترانسجينيك موديل اوف اوستيوبروسيس كل دي طرق نيجي بقى للبين موديل البين اما ثيرمال او ميكانيكال وفي كمان اذر آه ميثودز الثيرمال من اشهرها التيل فلك آه بنحطه في هيت التيل مجرد ما درجه الحراره بتبقى مرتبة بنشوف التايم اللي هو بيعمل فلك ليه آه آه وبيبعد التيل عن الهيت دوت في كمان الهوت بليت والهارجيفز آه مودلز الميكانيكال في الفون فري فيلمنت وفي كمان دولوري ميتر وفي الكاليبريتد فورسبس كل دي طرق ميكانيكال بتستخدم فور اندكشن اوف بين في كم دوله يعتبروا ريفلكسيف بين اما في اذر نون ريفلكسيف بين وفي ديتيلز كتيره هنحطها لكم برده في الريفرنسز اخر موديل خالص اللي هو النفروباثي او نفروتوكسيسيتي يعني بنستخدم الرينال Artery Stenosis عن طريق 1 او 2 كليب موديل زي الرينال كليبنج اللي كنا بنستخدمها فور اندكشن اوف هايبرتنشن ممكن نستخدمها برده هنا فور رينال ارتري ستينوزس نعمل نفروباثي في كمان الكابر ستنت وفي كيميكال ميثود عن طريق الجنتامايسين اللي هو مشهور من الامينو جلايكوسايدز اللي بتعمل طبعا نفروتوكسيسيتي السايكلوسبورين التاكروليموس طبعا دول كلهم من الأدوية المشهورة قوي اللي هي الميونوموجوليترز في السيس بلاتين سيس بلاتين واللي هو الكيموثيرابي في الميركري ميثود الكروميوم وفي نون الانتي انفلاماتوري دراكس برضو مشهورة انها بتعمل نفروتوكسيسيتي في طريقة كمان سيرجيكال سيرجيكال اللي هي ان انا بعمل بشيل واحدة من الكدني هيمي نفريكتومي وممكن كمان اعمل دايابيتك نفروباثي ان انا اعمل دايابيتس تايب 1 او تايب 2 بيبقى مو... يبقى associated معاها نفروباثي وبكده نكون انتهينا من الكومن اكزامبلز لل الانيمال مودلز في الحقيقة، I, يعني أنا I need to say thank you for animals، إنه إحنا بنعمل induction models وبنتعلم منهم وبنقدر إن إحنا نinvestigate uh, uh, the different diseases with different drugs uh, في animals، فthank you for animals and good luck and thank you.